السلام عليكم الجمهور ديالنا العزيز. اليوم غادي نحضروا على عيد الحب. الحب 14 الحب الحب. وغادي نبدا لكم بواحد الديسك زين نيس. واحد دي جي امان ليل عم 14 ما بهدلتني هاد العام. شريت الكادو ايوا الحب ما بعدني فهاد 14 حصلت فيه ما رحمني جيبني خلاني ناشف ما رحمني عم الحب ما خلاني زاوي هاد العام 14 في الشهر خلاني ناوي ما رحمني كاني ما رضيت بيه. عيد الحب عيد الحب عيد الحب عيد الحب 14 ديال لك عيد الحب. واش ربيك حنا ديال عيد الحب؟ واش هاد الثقافة جات من الغرب وجبنتوها لينا لبلادنا وبغيو تدخلوها لينا صحة؟ رجعنا كنشريو الكلاب ونديوهم. واش عباد الله اللي بغا يهدي لك هادو في 14 كيدي كلب بعد يا من الأول بالكلاب هي باش غاتلاب الحمير في الغابة. ويلي ويلي شو الصديق ديالي حتى هو جايب لي الوضع اش بينا وبين شي وضع؟ والله كانت تدير شي وحده وضع في هاد الوقيته وتمدها لها اقسم بالله غتعطيك احسن كادو. هو هذا ها هو هو هذا اللي غادي تعطيك اقسم بالله ما تشد شي حاجه. وراه المشكله كنبغيو نقلدو الغاب في كلش وهنا ما فاهمين حتى حاجه. هما الحب راه كيعطي وضع حمراء وكيعيشوا الحب وكيعيشوا وكتبقى محتفظه بها وتكتب عليها وديرها في الدفتر وتسد عليها. حنا راه كتعطيها الوضع غير كدور في الدور كتلوحها في الطاس الزبل الاول. البنت راه بغات الريحه كتعطيها ريحه كتعبر لها كتقول لها بان الريحه هاكي الريحه. قلعي الخنز اللي فيك المسخة قلعي تماتك. وهو عاود ملي تجيب له هي الكادو كتجيب له ساعه كتعطيه ساعه ساعه زوينه زعما كتقول له والمكلخ ويا جي في الوقت راه ما عمرك جيتي في الوقت. واني هاد 14 زعما دارت المشاكل. ولكن اش نقول لكم الاخوان وحتى انا بغيت الكادو ديالي وما بغيتش حتى انا ننسى الكادو ديالي. واخا هاد 14 راه ماشي ديالنا ولكن حتى انا صيفطوا لي الكادو صافي. وتحيه للناس الفيسبوك وتحيه للدي جي ديالنا. ايوا هاد المره حصلت فيه عم الكادو ما غلبني هاد المرة حصلت فيه. حيت انا يا دي ما حزاق وما عنديش حيت انا يا حزاق وما عنديش عم الحب ما غلبني هاد المرة. الله